لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، ضغوط سياسية تمنع بغداد من إكمال التحقيقات بملف قصف أربيل. في صحيفة المدى، محافظ النجف يشكل لوبي معارض للاحتجاجات، وعاصفة بابل تصل منازل 10 نواب. في صحيفة الزمان، البرلمان يطالب بحسم الخلافات للوصول إلى توافق، يمهد لإقرار الموازنة. في الخليج الإماراتية، زخم دولي لتشكيل الحكومة اللبنانية وتحذير من تهميش عون. في القدس العربي، ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار بالقاهرة إلى 18 قتيلا. في الشرق الأوسط، مقتل 90 شخصا على الأقل في أدمى أيام الاحتجاجات في ميانمار. وفي صحيفة الاندبندد العربية، فرنسا في وضع وبائي حرج وأوروبا تشدد قيود كورونا. السلام عليكم. مرة أخرى تحاول إيران التأكيد أن العراق لن يفلت منها، وأن لا عودة إلى ما قبل عام 2003، عندما سلمتها إدارة جورج بوش الابن أحد أهم البلدان العربية على صحن من فضة. كان عليها إنزال ميليشيا تابعة لها إلى شوارع بغداد قبل أيام من أجل ترهيب المسؤولين العراقيين. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الفشل الإيراني يعود إلى وجود وطنية عراقية تكونت مع الوقت واستعادت حيويتها بفضل المكون الشيعي العربي أولا. مرة أخرى يلعب النظام الإيراني لعبة السعي إلى السيطرة على العراق من منطلق أن مستقبله في هذا البلد وليس في مكان آخر. هذا ما يفسر تلك الاستماتة الإيرانية من أجل بقاء العراق دولة خاضعة لإيران عبر ميليشياتها المذهبية. لم تكن هناك من انطلاقة جديدة للمشروع التوسعي الإيراني إلا من العراق، الذي دخلته الميليشيات العراقية التابعة لإيران على دبابة أمريكية مع سقوط بغداد في 9 نيسان عام 2003. يظل العراق بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الجائزة الكبرى التي حلمت دائما بها وما زالت تحلم بها. بفضل العراق استطاعت إيران توفير حياة جديدة لمشروعها التوسعي الذي توقف في العام 88 و900 ألف، عندما اضطر آية الله الخميني إلى تجرع كأس السم ووقف الحرب مع العراق. ترفض إيران في عام 2021 الاعتراف بأن العراق هو العراق وإيران هي إيران، وأن الحدود بين البلدين وجدت لتبقى، ليست العراضة المسلحة التي قامت بها في شوارع بغداد قبل أيام عناصر تنتمي إلى ما يسمى ربع الله، مجرد تمرد منعزل عن سياسة إيرانية تستهدف منع العراق من أن يكون سيداً لقراره. ويضيف الكاتب: واضح أن العراق مستهدف إيرانياً، وواضح أكثر أن طهران تسعى إلى عزله عربياً ومنعه من متابعة الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية. ما ليس واضحاً رهان إيران على أن في استطاعتها أن تحكم العراق عبر ميليشياتها، وأن الحشد الشعبي في العراق يمكن أن يلعب دور الحرس الثوري الإيراني. يبدو أن الكتل والأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق قد بدأت التحضير للفوز في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، فهي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتزيين وجوهها القبيحة وتبرئة نفسها من جرائم ارتكبتها وأموال حرام جنتها.
عون القلمشي يقول في صحيفة العربي الجديد إن الجديد في الانتخابات المقبلة تمرد مقتدى الصدر على حلفاء الأمس من الأحزاب الطائفية وسعيه إلى الفوز في الانتخابات ليحقق من خلاله أوهامه بقيادة البيت الشيعي وقيادة العراق دفعة واحدة. هذا ما يفسر نشاط مقتدى الصدر المحموم وتغريداته المؤيدة للانتخابات المبكرة ومطالبة الناس الاشتراك فيها بقوة، متناسيا قسمه القاطع بعدم الدخول في أي انتخابات أو سلطة حكومية. مقتدى الصدر تجاهل حقيقة موقعه الراهن في الساحة العراقية ومحدودية قدرته على الفوز بأغلبية ساحقة، فهو فقد وخصوصا في الآونة الأخيرة تأييد فئات واسعة من المخدوعين والفقراء المعدومين الذين يشكلون عماد تياره جراء إصراره على دعم العملية السياسية وحمايتها من كل مكروه. أما ثورة تشرين الذي تطوع مقتدى لإنهائها بقوة السلاح فإن أبنائها لن يخدعوا به أو بغيره ممن شارك في العملية السياسية، خصوصا أن الانتخابات المبكرة التي طالبوا بها لم تستوفي الشروط التي تمكن الناخب من إيصال الشخص المناسب إلى البرلمان وليس الشخص الذي يختاره الحزب أو الكتلة المتنفذة. لن تسمح واشنطن وطهران لمقتدى الصدر أو غيره بالمساس بنظام المحاصصة الطائفية والتفرد بالسلطة، بل إنهما لن تسمحا بتهميش دور الأطراف الأخرى في العملية السياسية وخصوصا المدعومة بالميليشيات المسلحة، فوجود هذه الأحزاب والميليشيات هو الضمانة الوحيدة لمواصلة سياسة الفوضى الخلاقة التي اعتمدتها الولايات المتحدة أساسا لتنفيذ مخطط تدمير العراق الذي لم يكتمل بعد. الكاتب يرى أن شعارات الصدر عن الإصلاح ومحاربة الطائفية والفساد والمفسدين أو الوقوف ضد تدخلات إيران السافرة في العراق ليس سوى شعارات يدغدغ فيها عواطف الناس لتحقيق أوهامه. أما الحل الوحيد للإصلاح وتخليص العراق من محنته يتمثل في إسقاط العملية السياسية على يد ثورة تشرين، الأمر الذي يحتم الوقوف ضد هذه الانتخابات ودعوة الناس إلى مقاطعتها. يبدو أن من يحكم العراق اختار الديمقراطية عنوانا لنظامه السياسي، لكنه غيب عنه حكم المؤسسات والدستور لأنه بالنتيجة يريد للفوضى أن تتحول إلى نظام حاكم. أياد العنبر يقول في موقع الحرة: إننا في العراق نعيش الآن سيادة حكم الفوضى، حيث لدينا كل العناوين السياسية والمؤسسات التي تحدد مفهوم النظام السياسي، لكنها ليست هي الحاكمة، لأن الصفقات والاتفاقات السياسية صاحبة القول الفصل. بات من الطبيعي جدا أن ينام أو يستيقظ العراقيون على أخبار انتشار الفوضى، ولكن يبقى المشهد الثابت هو غياب مظاهر الدولة ومؤسساتها، لا سيما بعد أن تحول شوارع بغداد إلى ساحة للاستعراضات العسكرية لجماعات مسلحة بعناوين مختلفة لها حرية مطلقة في اختيار توقيتات الاستعراض، وتحمل لافتات عنوانها الصريح بأننا فوق الدولة، ولا توجد فوضى أكثر من فقدان البوصلة في تحديد المعايير بشأن المواقف الوطنية والتي تميزها عن الولاءات الخارجية. فمن يتهم خصومه بالخيانة والعمالة يتبجح نهارا جهارا بالدفاع عن مصالح الدول التي يدين لها بالولاء ويتبع أجندتها من دون أن يبالي بمصلحة الوطن. إحدى أهم ملامح مأسسة الفوضى في العراق طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان، إذ الخلافات السياسية بشأن إقرار الموازنة الاتحادية وتكرارها كل عام دليل كاشف على مأسسة الفوضى في النظام السياسي العراقي. وأيضاً عندما تتحدث الطبقة السياسية وزعمائها عن الفساد وانتشاره ووجود صفقات مشبوهة تشترك فيها أحزاب وقوى سياسية وحكومية ولا يتم إحالة ملفات الفساد التي يتم الحديث عنها إلى المؤسسات القضائية والرقابية، تكون النتيجة بأن يصبح للفساد السلطان الأعلى في دولة لا رقيب فيها ولا حسيب.
ويختتم الكاتب بالقول إن الفوضى في العراق تتحول إلى كارثة حقيقية عندما تختار الحكومة الصمت أو التبريرات الساذجة التي تثير السخرية، وبذلك تكون ركيزة الرئيس في تثبيت الفوضى، فهي تنسحب من المجال العام وتتخاذل عن تأدية وظائفها الأمنية، وبذلك تترك المواطن أمام مواجهة مباشرة لهذا الواقع الفوضوي الذي لا يعرف فيه من مع الدولة ومن هو ضدها، وبالنتيجة يجعله مجبرا على التكيف والقبول بالعيش في ظل الفوضى. عندما تكون الحقيقة المؤلمة والواقع المأساوي صورة للميدان الاقتصادي والسياسي في المشهد العراقي العام، نكون أمام معطيات وأدوات للفساد تتحكم فيها وسائل وشخصيات عامة همها الاستفادة المالية والمنفعة الفئوية على حساب الشعب ومقدراته. أياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن عمليات الفساد الاقتصادي التي ساهمت في نهب المال العام وسرقة ثروات البلاد وتهريب العملة واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات جعلت العراق يعيش أزمة اقتصادية خانقة. عندما نطالع ونقرأ التصريح الرسمي الذي قدمته هيئة الاستثمار الوطنية العراقية الذي نشر بتاريخ 15 من آذار عام 2021، ندرك حقيقة الوضع المأساوي للاقتصاد العراقي. فقد كشفت الهيئة عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في العراق، وهو مؤشر خطير وواقعي لطبيعة إدارة الملف الاقتصادي في العراق، لأن الأرقام الصادرة من مؤسسة اقتصادية تعنى بالمشاريع التنموية في جميع المجالات الميدانية وتؤكد حقيقة العجز المالي الذي يعانيه البلد والمقدر بمبلغ 50 مليار دولار حسب ميزانية عام 2021، مع ارتفاع مديونية العراق إلى 168 مليار دولار، وربط الاقتصاد الوطني بالعديد من القروض المالية الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يحتاج الاقتصاد العراقي إلى وضع ضوابط وعقوبات حاسمة ورادعة لوقف عملية الهدر المالي والفساد الإداري وإصلاحات جذرية في الهيكلية المصرفية والمالية لمنظومة الاقتصاد وحماية المنتج المحلي وتشجيع عمليات الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي وإيجاد رقابة ميدانية حقيقية وعادلة بعيدة عن التأثيرات السياسية التي تتحكم بها أحزاب السلطة والتي أدت إلى هدر 600 مليار دولار دون وجود أي إيصالات، وهو التصريح الذي تحدث به عادل عبد المهدي عندما كان رئيساً لحكومة بغداد. الكاتب يرى أنه لا يمكن أن نضع موازين حقيقية تعمل على إيجاد مرتكزات وأسس قوية ومتينة لاقتصاد وطني عراقي وسياسة مالية تتسم بالحفاظ على موارد البلاد واستثمار ثرواته الطبيعية إلا بوجود معالجات ميدانية وبرامج اقتصادية واضحة المعالم، وأيضا معالم وأفاق مرسومة لمتابعة حثيثة تساهم في معالجة الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. مر الأسبوعان الأخيران ثقيلين على أولئك الذين يتوقعون مقاربات أمريكية حازمة تجاه المسائل الأساسية في منطقة الشرق الأوسط. أياد أبو شقرة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن الظاهرة للمراقبين على الأقل هو إما أن إدارة بايدن ما زالت حقا تتلمس خطاها قبل اعتماد مقاربات جدية حقيقية، أو أنها لا تضع المنطقة ضمن أولويات سياساتها الخارجية. ما من شك في أن الإدارة الجديدة آتية إلى السلطة بعد فجوة 4 سنوات ملأتها إدارة ترامب بمنظور مختلف وغير مألوف للعلاقات الدولية. كذلك من المهم أيضاً القول إن الكثير قد تغير في الحسابات والاعتبارات والمشاعر على المسرح الدولي، لكن في المقابل حتى إبان سنوات ترامب الأربع ما كان الديمقراطيون بعيدين تماماً عن السلطة، إذ كانت وما زالت لهم الغالبية في مجلس النواب، كما أنهم كانوا موجودين فعلياً
في كل مؤسسات السلطة تقريبا، وبناء عليه لا يصح الزعم بأن الإدارة الجديدة فوجئت بالتحديات السياسية التي تواجهها الآن، أو أنها تحتاج لفترة طويلة من الزمن لتطور مقاربات جديدة بديلة. في الموضوع الإيراني أيضا حصلت نقلة ابتعادا عن مواقف ترامب وسياساته، ولكن مثلما امتنعت إدارة بايدن عن الانقلاب على كل ما فعله ترامب إسرائيليا، فإن انقلابها حتى الآن عن سياسة ترامب الإيرانية جاء متحفظا ومحدودا. غير أن الإشكالية هنا تكمن في أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن إما أرسلت رسالة خاطئة إلى طهران، أو أن طهران المراهنة على تغير أمريكي أكبر يأتي لمصلحتها، قررت المضي قدما في الابتزازين العسكري والسياسي في كل مناطق هيمنتها. الكاتب يضيف أن ما يخشى منه حقا أن يطول هذا التردد الأمريكي أكثر، فتخسر واشنطن ما تتمتع به حتى اللحظة من ثقة إقليمية، ومن ثم تشرع الأبواب أمام دخول لاعبين كبار جاهزين للتحرك، ولعل في الاختراقات الروسية والصينية بدءا من لقاحات كورونا ووصولا إلى الاتفاق الصيني الإيراني مؤشرا ذا دلالة. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن معاهدة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي التي وقعتها الصين وإيران قد تعمق النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. ووضحت الصحيفة في تقرير لها أن المعاهدة التي تبلغ مدتها 25 عاماً قد تعمق النفوذ الصيني في الشرق الأوسط وتقوض الجهود الأمريكية لإبقاء إيران في عزلة. الصحيفة أشارت إلى الرفض الإيراني للانخراط في مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق النووي، وقد أيدت الصين هذا الموقف الإيراني رغم كون الصين واحدة من الدول التي وقعت على الاتفاق في عام 2015، ولم تعلن إيران تفاصيل المعاهدة قبل توقيعها، لكن خبراء يقولون إنها لم تتغير كثيراً عن تلك التي سربت تفاصيلها في مسودة من 18 ورقة العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أنها نشرت تفاصيل اتفاقية منتظرة بين الصين وإيران خلال العام الماضي شملت 400 مليار دولار استثمارات صينية في مجالات الصرافة والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب المسودة فإن الصين ستحصل على امدادات نفطية إيرانية مخفضة للغاية وبشكل منتظم. وروج المسؤولون الإيرانيون للاتفاقية مع بكين باعتبارها اختراقاً، لكنها قوبلت بانتقادات داخل إيران تقول إن الحكومة تقدم الكثير للصين. ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد كشف في يونيو الماضي جزءاً من الاتفاقية التي وصفها بالسرية، وقال إن الأمة الإيرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 25 عاماً بين إيران والصين، محذراً من أن أي عقد يتم توقيعه مع دولة أجنبية دون أن يعرف الناس عنه سيكون باطلاً. وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الصفقة الصينية الإيرانية كانت قيد التطوير منذ عام 2016، لكن حملة العقوبات القصوى التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران سارعت في ذهاب طهران لأحضان بكين. كشفت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس. وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا إلى أن 99% من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتك. وركزت الدراسة على الأطقم الطبية خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر. وقررت بريطانيا في كانون الأول الماضي تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعاً
حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترازينيكا توفران بعض الحماية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.